بعد أشهر من التهدئة عقبت حربا دامت أسابيع، التوتر يعود مجددا بين جارتين أرمينيا وأذربيجان إثر احتجاز الأخيرة لستة جنود أرمن على الحدود وسط دعوات للتهدئة. الولايات المتحدة أعربت عن قلقها إزاء تدهور الوضع على الحدود، وطالبت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بإطلاق سراحهم. أما الخارجية الفرنسية فدعت في بيان لها الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي استفزاز، بينما أصرت الأمم المتحدة على ضرورة استمرار المفاوضات بين البلدين لحل القضايا العالقة. أستطيع أن أقول لكم أننا نتابع بقلق التطورات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. نحن نحث جميع الجهات الفاعلة على ممارسة ضبط النفس لتجنب أي أعمال قد تزيد من تصعيد التوترات. يريفان قالت إن أسر الجنود الستة كان أثناء قيامهم بأعمال هندسية داخل تراب أرمينيا، بينما باكو تقول إنهم جزء من مجموعة تخريبية تسللت إلى أذربيجان لزرع ألغام. كان جنودنا يقومون بأعمال هندسية على الحدود مع أذربيجان، وقاموا بإنجازها بعلامات تحذيرية، ولم يكن هناك هدف للتخريب من جانبنا. ما يحدث على أرض الميدان ينافي تصريحات مسؤولي البلدين، فمنذ أقل من أسبوع قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أرمينيا، تزامنا مع تصريحات لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الذي أكد وجود محادثات حول ترسيم حدودهما المشتركة. توتر جديد يزيد الطين بلة ويؤجج الخلاف بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين، ما قد يمهد لسيناريو حرب أخرى تشبه تلك التي اندلعت خريف العام الماضي.